أفرجت السلطات المصرية عن النشطة السياسية المصري الفلسطيني رامي شعث، وهو الآن وصل من المفروض إلى فرنسا بعد إجباره على التنازل عن جنسيته المصرية بحسب بيان أصدرته الأسرة. حول ذلك معنا عبر الخط الهاتفي منسق حركة بي دي أس لمقاطعة الاحتلال محمود نواجع. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك محمود معنا. وبداية، ما الذي حدث حتى سجن رامي؟ هل الموضوع له علاقة بمشاركته بالمقاطعة أم لا؟ بالتأكيد هو لم يكن هناك تهمة حقيقية باتجاه رامي. كان هناك تهم يعني عشوائية ليست لها علاقة بشكل حقيقي بما يقوم به رامي. السبب الحقيقي لسجنه لأنه ناشط في مجال المقاطعة وحقوق الإنسان بشكل أوسع، بالذات في مصر، لا سيما أن رامي كان أحد شباب الثورة سابقا وأحد محركين أساسيين لها. وأحد الأسباب الأساسية أنه بدأ الحديث عن يعني الخطط الإقليمية التي تذهب باتجاهها مصر، والتي الاحتلال جزء أساسي منها، وبالذات خطط الغاز، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأمن الإقليمي المصري ودخول دول عربية أخرى. وبالتالي يعني رأى النظام المصري أن رامي مصدر إزعاج ليس فقط على مستوى مصر ولكن على مستوى الإقليم. ويبدو أن كان هناك أيضا يعني توصيات من أنظمة أخرى أن يجب يعني إسكات هذا الصوت. نعم، ولكن هل كل ذلك يستدعي ربما أن يتنازل رامي عن جنسيته المصرية، علما أن والدته مصرية وولد في مصر ولم يحصل على الجنسية من خلال إقامته لسنوات قليلة هناك؟ لا صحيح. هو يعني المخابرات المصرية يبدو أنها يعني انزعجت من الحملة الواسعة التي انطلقت للتضامن مع رامي على مدى سنتين تقريبا، وأيضا حتى تدخل حكومات في العالم مثل الحكومة الفرنسية وبرلمانات وأعضاء كونغرس في الولايات المتحدة، والضغط الشديد من مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان وأيضا من حركة المقاطعة على النظام المصري. هذا أزعج النظام بشكل واسع جدا، وبالتالي النظام كان يجب أن يقوم بتدفيع رامي ثمن هذا الإزعاج الواسع، ورأى أنا أثمن هو بسحب جنسيته أو الضغط على رامي من أجل التنازل عن جنسيته المصرية من أجل الإفراج عنه. نعم، ولكن هل من الممكن أن يكمل رامي شعث مسيرته في حركة المقاطعة، خاصة وأنه سينتقل إلى باريس؟ لا بالتأكيد، يعني رامي ناشط في مجال المقاطعة ومجالات حقوق إنسان واسعة أيضا، وحركة المقاطعة تعمل بشكل جغرافي، وبالتالي هو يستطيع يعني إكمال نشاطه وإكمال جهوده سواء كان في مصر أو في أي مكان آخر في العالم. هذا لا يتعارض، لا سيما أن الحركة هي حركة غير مركزية وتعتمد يعني العمل بغض النظر عن المكان، من خلال إطلاق حملات، إدارة حملات، ترويج لحركة المقاطعة. يعني بالتأكيد رامي لن يتوقف عن النشاط السياسي والحقوقي بأي شكل من الأشكال. نعم، ولكن يعني لو ذهبنا إلى سياق آخر وللحديث عن حركة المقاطعة، ما هو دورها اليوم في العالم وما الذي تنوي تحقيقه مستقبلا؟ يعني حركة المقاطعة منذ سنوات وضعت نصب عينها أن تعلن إسرائيل كنظام أبرتايد، وهذا هو الهدف الاستراتيجي لعام 2022. وبالتالي سيكون هناك ضغط ولوبي واسع داخل الأمم المتحدة، وهناك مجموعة من الدول ستكون يعني بجانب حركة المقاطعة للمطالبة بالتحقيق في جريمة الأبرتايد التي يرتكبها الاحتلال، وهذا معناه إحياء لجنة مناهضة الأبرتايد في الأمم المتحدة والبدء في هذا التحقيق. مجرد البدء في هذا التحقيق هو يعني سيعطي إشعار لكل الشركات الدولية في العالم المتورطة من الاحتلال والمتواطئة معه والبنوك وحتى الحكومات لإعادة النظر في مثل هذه العلاقات. وبالتالي هو يعني يمثل الخطوة الأولى والأهم باتجاه فرض عقوبات على نظام إسرائيل كنظام أبرتايد، طبعا بجانب استمرار كافة حملات حركة المقاطعة وتوسيع ائتلافاتها. هناك مؤشرات إيجابية واسعة جدا لتغير حقيقي وجذري في الرأي العام الدولي، من إحصائيات كبيرة جدا بالذات في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. ربما هنا تتحدث يعني عن المساندة من الشعب من عامة الناس، ولكن على الصعيد السياسي لأي درجة هناك احتضان دولي لكم؟ لا يعني لا يمكن وصف ما يحدث باحتضان دولي لحركة المقاطعة. أغلب دول العالم والحكومات هي يعني تتخذ إجراءات ضد حركة المقاطعة، بالذات بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا أيضا.
ولكن الشعوب بالتأكيد تحتضن حركة المقاطعة وتحتضن نضال شعبنا الفلسطيني ككل، وبالتالي هذا يؤثر بشكل مباشر على أعضاء البرلمان ويؤثر على الحكومات. في الآونة الأخيرة يعني رأينا رئيسة الهندوراس على سبيل المثال التي أصبحت رئيسة الهندوراس ورئيس تشيلي، هما الاثنين يعني كانوا جزء من نشاطات تخص حركة المقاطعة، وبالتالي في هذا النوع من التغير الحقيقي والواسع الذي وصل إلى مرحلة رؤساء كانوا جزء من نضال شعبنا الفلسطيني وجزء من نضال شعوبهم بالأساس التي تتقاطع مباشرة مع نضال شعبنا، وبالتالي في هذه التغيرات الحقيقية والجذرية، ولكن الأهم من هذا التغييرات على مستوى الولايات المتحدة وأيضا على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهم لاعبان أساسيان يعني في قضية شعبنا وفي المنطقة ككل. الولايات المتحدة على سبيل المثال لم يكن سابقا هناك إمكانية لانتقاد إسرائيل على مستوى الكونغرس وعلى مستوى مرشحين للرئاسة الأمريكية. في دول الاتحاد الأوروبي كذلك الأمر كان مباشرة، في هناك نعت لمعاداة سامية موجودة حتى هذه اللحظة، ولكن ليست فاعلة كما كانت سابقا أو ليست مرعبة أو ترهب المستوى الرسمي كما كانت سابقا، وبالتالي في هناك يعني ارتفاع لمد حركة المقاطعة وجذر واضح للسياسات الخارجية الإسرائيلية وضعف، وأيضا هذا يعني يؤدي إلى ضعف تفاعل العالم مع هذه السياسات ومعرفة أن هذه السياسات مبنية على الأكاذيب والافتراء وانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق شعبنا الفلسطيني. نعم، يعني ونحن نلاحظ تخوف دولة الاحتلال مما تقومون به أو تقومون به مؤخرا حول يعني اعتبار دولة الاحتلال أبرتايد. إذن محمود نواجع منسق عام حركة المقاطعة البي دي اس، شكرا جزيلا لك.